نتعرف على حكاية أشهر جميلات السينما المصرية التي خسرت ثروتها بسبب الشيخ الشعراوي، وأصيبت بالشلل بسبب حسني مبارك، وتزوجت أقوى رجاله سرا. فنانة من العيار الثقيل، جميلة من جميلات السينما، بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة حتى أصبحت هانم السينما المصرية، صاحبة أجمل عيون الفنانة صفية العمري التي أصيبت بالشلل بسبب الرئيس محمد حسني مبارك، وتزوجت من وزير شهير وخسرت ثروتها بسبب الشيخ محمد متولي الشعراوي. صفية مصطفى العمري هو اسمها الحقيقي، ولدت في 20 يناير عام 1949 بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية. تخرجت من كلية التجارة ولم تعمل في مجال دراستها، بل اتجهت لدراسة اللغة الروسية، لذلك عملت لفترة مترجمة في المؤتمرات الدولية. كانت تحلم صفية أن تكون عازفة موسيقى أو راقصة باليه. بدايتها الفنية كانت عندما فازت في برنامج اكتشاف مواهب للعمل في تقديم البرامج، حيث تفاجأت بنشر صورها في مختلف الصحف، وهو ما أثار اهتمام النقاد وصناع الأعمال الفنية بالبحث عن الفتاة الجميلة صاحبة تلك الصور. اكتشفها المنتج نجيب رمسيس وشجعها على دخول التمثيل، حيث قدمها في أحد الأفلام من خلال دور صغير، وحاول احتكارها فنيا لكنها رفضت، فتمردت عليه لتشق طريقها بمفردها دون تقييد من المنتجين في عالم الفن. ومن ضمن هذه الأعمال أحبها الجمهور من خلال شخصيات متنوعة قدمتها بطريقة مبهرة، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية. ومن ضمن هذه الأعمال ليالي الحلمية وهوانم جاردن سيتي وأوبرا عايدة وحب لا يرى الشمس والبيه البواب وعفاريت السيالة وبيبو وبشير وأحلام الفتى الطائر وعلى باب الوزير وأنا اللي قتلت الحنش والمصير والمهاجر وحارة المعز وامرأة من نار والكثير من الأعمال الناجحة. اختارتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة عام 1997، ولكنها اعتذرت عن الاستمرار في المنصب عام 2006. حرصت هانم السينما على إبعاد حياتها الشخصية عن أعين الصحافة، فقد تزوجت من الفنان المصري جلال عيسى، وأثمرت تلك الزيجة عن ولدين وهما وليد وأحمد، ولكن لم يدم الزواج طويلا حيث انتهى بالانفصال. وكشفت بعض التقارير الإعلامية أن الفنانة الكبيرة صفية العمري تزوجت للمرة الثانية من وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، ولكن كانت تلك الزيجة عرفيا، حيث بنى لها قصرا أسطوري في شارع الكورنيش بالمقطم، وذلك بعد طلاقها مباشرة من زوجها الفنان جلال عيسى. وأكدت التقارير أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تسبب في إصابة صفية العمري بالشلل، حيث كان السبب الرئيسي وراء انفصالها عن المشير أبو غزالة، فأصيبت بالعصب السابع مما اضطرها للخضوع لجلسات كهربائية، وتسببت هذه الجلسات في تشوه جزء من وجهها. وكشفت الفنانة صفية العمري إنها تعرضت لعملية نصب، حيث ذكرت في إحدى البرامج الحوارية إنها تعرضت لواقعة نصب كادت أن تقضي على ثروتها بالكامل، عندما جاء شخص ادعى إنه من طرف الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي ونصب عليها وأخذ من ثروتها مبلغا كبيرا جدا. وقدمت صفية العمري آخر أعمالها من خلال فيلم بعنوان فص ملح وداخ عام 2006، بطولة عمرو عبد الجليل وهبة مجدي وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد متولي وإنعام ثالوثة وآخرون. شاهد نجل الفنانة صفية العمري والفنان جلال عيسى يتلقى العزاء في والده بمسجد المحروسة. تلقى نجل الفنانة صفية العمري والفنان جلال عيسى محمود والذي يعمل في مجال الفن العزاء في وفاة والده الفنان الراحل جلال عيسى، وتغيبت الفنانة صفية العمري عن العزاء. يذكر أن جلال عيسى توفي يوم الجمعة 15 مارس عام 2019 وهو من مواليد 17 يوليو عام 1937. أدخل صفية العمري مجال الفن وأعلن ندمه على ذلك وانفصل عنها لهذا السبب. الفنان جلال عيسى زوج الفنانة صفية العمري. ولد الفنان جلال عيسى في 17 يوليو عام 1937. بدأ حياته الفنية في منتصف الخمسينيات واستمر في العمل حتى عام 2015. قدم مسيرة فنية رائعة عاشها للفن فقط،
أحب الفنان جلال عيسى السينما وهو في سن الثامنة، وكان يشاهد الأفلام في سينما الهلال من أسطح أحد المباني بجوار منزله، حسب تصريحه للفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة. لعب لفترة من حياته كرة السلة في نادي الأهلي، شاهده محمود رضا مؤسس فرقة رضا، فعرض عليه الانضمام إلى فرقته في بعض العروض الخاصة عام 1957، مستغلا لياقته ووسامة جلال عيسى. شارك في بعض السهرات التلفزيونية وفيلم وعد مع المخرج أحمد بدرخان. كان الفنان جلال عيسى أحد المؤسسين للفرقة القومية للفنون الشعبية التي أنشأها وزير الثقافة الفنان ثروت عكاشة. ترك العمل في الفرقة القومية للفنون الشعبية عام 1972 وتفرغ للعمل في السينما. من أشهر أدواره تجسيد دور ابن الفنان صلاح ذو الفقار في فيلم أغلى من حياتي. قدم أكثر من 60 عملا ما بين السينما والتلفزيون. ألف كتاب خطوات فوق السحاب، وكتب له الفنان محمود رضا مقدمته. عمل دراسات عليا في الجامعة الأمريكية عن فن كتاب السيناريو والدراما. قال قبل وفاته إن أحلامه الحصول على الأشرطة المسجلة للفرقة القومية وإعادتها لأمجادها. شارك في العديد من المسلسلات المهمة مثل عائلة وأولادي والقضاء في الإسلام. كتب القصة والسيناريو والحوار لفيلم وحيد، هو فيلم الصعلوك والهوانم من بطولة الفنان الراحل سعيد صالح. آخر أعماله فيلم شد أجزاء مع الفنان محمد رمضان عام 2015 بعد ابتعاده 5 سنوات، وقدم قبلها مسلسل ملكة في المنفى عام 2015 مع الفنانة الكبيرة نادية الجندي. كان متزوجا من الفنانة الكبيرة صفية العمري وأنجب منها ولدين وليد وأحمد، وانفصل عنها بعد سنوات طويلة. كان السبب في دخول الفنانة صفية العمري الوسط الفني، لكنه أوضح أنه ندم على ذلك لأنها فضلت الفن على حياتها الأسرية، وكان ذلك سببا في انفصالهما وفقا لتصريحاته في برنامج قارئة الفنجان. بعد شهر واحد من انفصاله عن صفية تزوج من أخرى. وافقت الفنانة فاتن حمامة على مشاركته في فيلم الاعتراف رغم أنه كان وجها جديدا دون اختبار. قال إن فاتن حمامة أعطته نصائح ذهبية وعلمته كيف يكون هادئا أمام الكاميرا. توفي الفنان جلال عيسى في 16 مارس عام 2019 عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض. قالت الفنانة صفية العمري إنها حزينة على رحيل طليقها الفنان جلال عيسى، وأوضحت في تصريحات سابقة إنها مقهورة على رحيله، وتابعت أدعو الله أن يرحم أبو أولادي ويسكنه فسيح جناته، فنحن بيننا عشرة طويلة. ولم تحضر الفنانة صفية العمري عزاء الفنان الراحل بسبب ارتباطها بميعاد سفر لا يمكنها أن تلغيه.